قوة وقوات، مليارات ومناورات، 900 مليار دولار ميزانيته الحربية، يحشد أكثر من 3 ملايين عسكري، ويملك مئات الآلاف من المدرعات والآليات والمدافع والمركبات. حلف الناتو 73 عاما من عمره لم يعش اختبارا ميدانيا عسكريا حقيقيا على الأرض. كل حروبه من كوسوفو إلى يوغوسلافيا وصولا إلى ليبيا كانت بالذراع الطويلة عبر الصواريخ والطائرات. مرة واحدة ووحيدة فعل الناتو البند الخامس من أجل عيون الأمريكيين بعد أحداث 11 سبتمبر، وذهب برفقة أمريكا إلى أفغانستان عام 2001. ومن بين هذه الأحداث قمم تتبعها قمم لقادة الحلف، كل ما يناقش هو المال ثم المال، إلى أن احتج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل 3 أعوام وفجر قنبلة بتصريحه، حيث قال أن الناتو ميت سريريا، إلا أن الأعضاء لا يهمهم إلا التمويل والموازنات ويتناسون القضايا الاستراتيجية العميقة. عاد ظل الكتلة السوفيتية ثقيلا على الأوروبيين يكشر عن أنيابه على عتبات الناتو. إن روسيا ستجتاح أوكرانيا، لا تقلقوا، إن لدينا قوات ردع كبيرة لن تسمح بأي تحرك من هذا القبيل. كان الحلف يراهن على فزاعته المسلحة وفريق القوة الذي يصب في صالحه بلغة الأرقام إذا ما استثنينا الردع النووي. كانت موسكو تدرك أن الناتو إن لم يكن ميتا سريريا مثل ما قال ماكرون فهو مريض ومصاب بتعقيدات سياسية وعسكرية واقتصادية تمنع المتحالفين فيه من التوافق على أمر جلل كالتدخل في أوكرانيا لمواجهة الروس. تبين على أرض الواقع أن الحلف الذي أسس من 12 بلدا كان أكثر فاعلية من توسعه إلى 30 ضمن سياسة الضم تحت بند حماية الديمقراطية الحديثة في البلطيق والبلقان. وكأن التوسع يشكل اليوم عبئا على الحلف ويضعه في مواجهة العتبات الرمادية مع روسيا، فإن تحرك فهو خاسر وإن لم يتحرك فإنه كذلك بالفعل سيكون خاسرا، إلا إذا اعتبرت الدول الأعضاء في البلطيق والبلقان حلفاء من الدرجة الثانية ولا تستدعي حمايتها تفعيل البند الخامس بالتحرك عسكريا دفاعا عن واحدة منها. أما أوكرانيا فلها الله، لأن من حظها السيء هو حظ الناتو الجيد أنها لم تنضم إليه قبل الحرب هناك إلا عضوا متوقعا على الورق.